شرف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفل زواج سمو الشيخ خالد نجد سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي، وذلك في إطار حرص سموه رعاه الله على التواصل مع أفراد العائلة الملكة الكريمة والمواطنين ومشاركتهم في مختلف المناسبات. وكان بمعية سموه سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والأحفاد الكرام. وقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني والتبركات إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة بهذه المناسبة، متمنيا سموه له حياة زوجية ملؤها الفرح والسعادة. وقد رفع سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التهاني بزواج نجله، داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ورعاه ويديمه ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه.